ضخمة. شوي شوي عمان. قولي لي أنت منيحة؟ مثل ما عم قلك خطبة لاكشمي ما التغت، هي اليوم وبتحب قلك أي ساعة؟ 8:30 توقيت خطبتها ومواتك. هي الحفلة رح تكون حفلة انفصال، ويلي رح ينهي هذا الارتباط هو ريشي أوبيروي. ما رح يصير هالشي، هو بيحبها للاكشمي كتير، ليش حتى يتركها؟ قلتلك اللي لازم قوله وهلأ رح نفذ، وانت هلأ روحي استنيني هنيك وشوفي شو رح يصير. روحي. ايه لنشوف. اي بالفندير، انت ممنوع تفوت لجوا، الاستاذ مانعك، واللي اتصل بالشرطة اذا ما رديت علينا. يلا روح من هون بسرعة. عن جد؟ شو عم تعمل؟ وقف! لوين رايح؟ تعال هون! تعال! اسمك مكتوب على كرت الدعوة. ايه صح. مو مهم، انا ماليش. وانا سومي، وبصراحه نحن منكون رفقات ريشي بالجامعه طبعا. انا جوجي، نحن التقينا من قبل صح. انا اسف لاكشمي، تركت ايدك بالغلط. شو يعني عم يعتذر؟ اسمعيني لاكشمي، برايي لا تسامحيه ابدا. ايه بالضبط. يعني في حدا بيعمل هيك؟ عن جد مين بيوقع بنت بهي الطريقه بالذات شريكتك؟ انا كتير اسف لاكشمي، ما كان قصدي وقعك، صدقيني صار بالغلط. عم يمزحوا معك، انا بعرف انه مستحيل توقعني.